شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياتي كمان يا أخوي. لا. ومن آياتي كمان أنا جبت لك أهو. يومك مش معدي. ربنا يكرمك. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. أهلاً وسهلاً. تفضل يا حبيبي. قول يا أخوي. ربنا يعلمنا جميعاً. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. الله يا سيدنا. صلى الله عليه.
ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ايوه ما فيش كده. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا كان علينا نصر المؤمنين. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده. جنيني رن انت حتى الله جنيني بعدين معك يعني بقى مش ماسك قولي ميتك بعدين معك بقى. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة
رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. بقولك ايه؟ بداية تسأل مرة ومرة ومرة فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. تمام الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. كمان فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. اسمع بقى كلام كده وكده تعرف انك مش مهم زي ما انت زي ما انت حاجه بقى كيف يحيي الأرض بعد موتها.
اللهم اجرك من النار. تمني تمني عظيم حد يا عظيم حد ازاي فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا سوءه مهترا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. الله عليه وسلم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. قل لي يعني بقى يعني اعمل لك ايه انا بقى اقول لك ايه. الله الذي خلقكم من ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الله يا سيدي الله. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله يا فاتن يا الله الله الله. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. السهل ممتنع يا اخوان، وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، فهذا يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا وهكذا يتلى القرآن بالضبط والدقة وإخراج كل حرف من مخرجه. ويا ليت القراء يحتذون حذو هذا الخطب الكبير والشيخ العلم العظيم الشيخ عبد المنعم مصطفى.